يا قلبي متأكد انك تأدى وقدود؟ يعني نوعا ما. الحين تو مولع الدنيا بالغرام. بالغرام الله يا سيدي، بما انك جد ودود وجريء وبطل ومشاكس ايضا وصاحب كلمه حق، جاوبني على الاسئله لو سمحت، والله لا ازعل منك. سؤال، هل نصيف زيتون يعتبر نفسه اليوم اهم نجم في الوطن العربي؟ لا مش اهم، من المهمين. من المهمين، من المهمين. شاب طبعا، ما اتكلم انه نجم عربي شايب او كبير في السن. عليك صار في شايب يعني، بس مش من الاساتذه الكبار، لا في اساتذه اكبر منا بكثير قيمه وتاريخا وقامه. مين بوجهه نظرك اللي هو النجم الشباب الاول بالوطن العربي؟ الشباب؟ ايه ما بعرف، كثار في شباب شاطرين، انا منهم. فيك فيني انا اقول انا من الشباب الشاطرين منيح كل تواضع والله. شوف انا عارف ما شاء الله عليك انت ترى مشهور بتواضعك، بس سؤالي هذا اخر اجابه راح اعتبرها دبلوماسيه، بعد هيك ارجوك الله يخليك اقعد بس. انت تتهرب من موضوع الاجابات بالابتسامه، وهذا الشيء لا يعجبني. اوكي طيب يا حبيبي، انا وقفت لانه السؤال اللي جاي لك هذا سؤال مباغت. عارف 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 عارف، خلاص مشيه. من وجهة نظرك الشخصية وذوقك الشخصي، مين من هؤلاء الفنانين اللي بتحب تسمع لهم والأفضل عندك بذوقك الشخصي أنت؟ أوكي فهمت، وصلت. وائل كفوري، سوبر ستار، راغب علامة، عاصي الحلاني، وملحم زين. أوكي. الأربعة ذول يرتب لي إياهم بالأهم. أنا بذوقي يعني وائل، ملحم، عاصي، راغب. هذا ذوق سلم عليهم بحبهم اكيد طبعا. اكيد ترتيبي على اذا بتحط لي اربع اغاني بهيك بيرتبون. وبالنسبه للنساء، اليسا، نجوى كرم، نانسي عجرم، وميريام فارس. نجوى، نانسي، اليسا، ميريام، بس الله يستر لا تخسرك هذه كل الناس يا حبيبي. اغنيه كل الناس روح روح يا ملهش. احس ما شاء الله يا نصيف انه ابو وديع بكفه وبقيه المغنيين عندك بكفه اخرى. صح، أبو وديع بتحسه بالفن كله بكفة أبو وديع، والفن الباقي يعني بس أنا جرب أشوف مؤثر بالذاكرة الوجدانية تبعنا. أنا عم بحكي عنا بالبيت، عنا ببلدنا. أبو وديع شيء مثل ما بقول هيك بالعامي عم بقولك تحصيل حاصل، إنه خلاص كل الناس بحبه موجود. أي موجود، الله يطول بعمره. أنت لما كنت بتسمع وأنت صغير كنت بينك وبين نفسك تقول له والله نفسي أصير مثله لما أكبر؟ بتخيل كل الفنانين نفسها تصير مثله والله. بس على فكرة من كلامك مبين انه انت مبيت النية انك تكون اساسا فنان يا نصيف. بحس هيك يمكن، يعني ما كان في بالك تكون مهندس دكتور؟ لا. لا, لا 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 لا. بتفرح لما بيقولوا انه نصيف هو امتداد لأبو وديع؟ بفرح، بس انا بحس انه انا بعيد كتير عنه للأستاذ جورو سوف لكون امتداد، يعني العين ما بتعلن الحاجب. يعني عم بحكيك بصراحة، كتير ريبرتواره وتاريخه كبير على انه انا اللي عم بعمله هلا، فما بنبسط. بس انه هذا من الناس اللي المحبه بتحكي، الناس اللي بتحبك بتحكي. هو اعطاك نصيحه ولسه معلقه بذهنك؟ قال لي هيك، هو علمه شغلتين فيني مش نصايح، من خلال الحديث يعني. أي. قال لي نزل اغاني كتير. قلت له والله يا ابو وديع عم تاخذ القصه وقت. قال لي نزلهم قفا بعض واعمل حفله لايف وصورها. ايه هيدا هلا عم نشتغل عليها، موضوع انه انا صور حفله لايف صراحة. سمعني شيء للرجال ابن الحلال، جالس تحكي عنه بكل حلاوة، شيء من الأشياء الحلوة لأبو وديع القديمة. ليلة وداعك بكيت النايات وغنت معي على حنيات، ويلي رايحة ويا جوعة الغمرات عخصر لفو الزنبش ميلي ليلي، وكانت آخر السهرات أديش فيها قلت يا ليلي وكخدني ليالي كل عمري وهات بعد ليلي مثل الله 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 يجبر بخاطرك.